فاطمة هي فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى. خطب علي رضي الله عنه ابنة أبي جهل ليتزوجها، غضبت رضي الله عنها وأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يتحدث الناس أنك لا تغضب لبناتك. قال: ولما؟ قالت: هذا علي قد خطب بنت أبي جهل. قام عليه الصلاة والسلام فقال: إن فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، وقد استأذنوني، والله لا آذن، والله لا آذن، وإني لا أحرم حلالا ولا أحل حرام، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد إلا إذا أراد علي أن يطلق ابنتي. والحديث عن هذا قد عد من مناقب علي رضي الله عنه، فإنه رضي الله عنه ترك هذا الزواج. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لمكانة علي عنده منعه، وذلك لأن فاطمة بضعة منه، فإذا تأذت فاطمة تأذى النبي صلى الله عليه وسلم، وأذية النبي صلى الله عليه وسلم أذية لله، فبهذا كف لعلي رضي الله عنه أن يقع في ذنب ومعصية